التغيرات في الحالات التي كنا نتناولها إلى الآن كانت تحت ضغط ثابت، وبالتحديد في المسائل التي كنت أقوم بها مع التغيرات في حالة الماء. في الفيديوهات السابقة كان الضغط في جميع تلك المسائل يساوي 1 ضغط جوي، هكذا قمنا بها. حسنا، سأشرح هذا المخطط خلال لحظات، لكن نعلم أنه في الكون الضغط ليس ثابت دائما، وبالتأكيد ليس دائما ثابت عند 1 ضغط جوي. 1 ضغط جوي هو مقدار الضغط عند سطح البحر. طبعا الضغط يختلف بشكل واسع. إذا ذهبنا إلى كواكب أصغر أو كواكب أكبر وكان لدينا أجواء أكثر سمكا من الهواء، طبعا وبارتفاعنا عن سطح البحر الضغط الجوي تنقص قيمته، والعكس صحيح. ما رسمناه هنا هو مخطط لحالات المادة. هذا مخطط مثير ومهم، لنكتب هذا Phase Diagram. حسنا، وهناك عدة أشكال لهذا المخطط، ولكن هذا الأكثر شيوعا الذي قد ترونه في أكثر كتب الكيمياء المختلفة. ما يمثله هذا الخط يمثل الحالات الثلاثة للمادة، ومتى تتحول المادة من حالة إلى أخرى بناء على درجة الحرارة والضغط. هذا المخطط خاص بالماء. فقط لنفهم ما الذي يحدث هنا، على المحور الصادي لدينا الضغط، نعم pressure، على المحور السيني X لدينا الحرارة، درجة الحرارة temperature. عند أي نقطة معطاة فإن هذا الضغط، المخطط سيخبرنا مع أي ضغط نتعامل أو مع أي حالة نتعامل. المادة الصلبة ستكون هنا، والسائلة ستكون هنا ليكويد، والأولى السوليد، وهذا الغاز في المنطقة الثالثة غاز. على سبيل المثال، إذا قلت أنني عند 0 درجة مئوية وهي هنا تقريبا، لنقل أنها هنا. حسنا، إذا كنا عند درجة 0 مئوية وواحد ضغط جوي هنا، أين سأكون؟ إذا 0 درجة واحد ضغط جوي، أنا هنا عند هذه النقطة. إذا أنا عند نقطة الحدود بين الحالة الصلبة والسائلة، هذا عندما نكون عند ضغط 1 ضغط جوي. نعم، هنا 1 ضغط جوي، هذا يتماشى مع المفهوم التقليدي لدينا، عندما يتجمد الجليد أو عندما يذوب عند 0 درجة مئوية. إذا جعلنا الضغط أعلى ماذا يحدث؟ الجليد يبدأ بالذوبان عند درجة حرارة أقل، عند درجة حرارة أقل عندما يزداد الضغط. لنفرض أننا وصلنا عند 10 ضغط جوي مثلا، 10 ضرب الضغط الجوي للأرض عند سطح البحر، فجأة درجة الحرارة التي يتحول بها الصلب إلى سائل، هذا التحول من حالة صلبة إلى سائل، درجة الحرارة حيث يحدث ذلك سوف تنخفض. أما إذا انخفض الضغط، إذا ذهبنا إلى جبل ما مثلا، الضغط سيكون هناك أقل طبعا، لأن وزن عمود الهواء أقل هناك. عندها فجأة نقطة التجمد ستزداد. نعم، أرجو أن تكونوا تستوعبون ما الذي أتحدث عنه. إذا نقطة التجمد ستصبح رقم أعلى من 1 درجة. هذا المخطط غير مرسوم بدقة على فكرة، لأن الفكرة هي أن الجليد سوف يتجمد بشكل أسرع عند درجة حرارة أعلى على قمة جبل، بشكل أسرع من إذا ما كنا في البحر الميت على سبيل المثال، لأنها أكثر نقطة منخفضة عن سطح البحر، أو عند أي نقطة معينة دون مستوى سطح البحر على هذا الكوكب. الآن هذا التحول هو التحول بين أي حالة والغاز، وهذا مألوف لنا هنا 1 ضغط جوي. وتذكروا نحن نتعامل مع الماء، هذا المخطط الماء. إذا عند 1 ضغط جوي لنرسم خط هنا، لنرسم خط هنا بهذا الشكل. إذا عند 1 ضغط جوي وصفر مئوي هنا عند هذه النقطة، يبدأ الجليد يتحول إلى الماء السائل. نعم، ومن ثم نسير للأعلى هنا، نتابع السير إلى درجات حرارة أعلى وأعلى، ومن ثم هنا هذه ستكون، بما أننا عند 1 ضغط جوي، هذه 100 درجة مئوية هنا، وهذه النقطة عند 1 ضغط جوي عندها، عند هذه النقطة يبدأ السائل يتحول إلى غاز، أو أننا نقول أن الماء يبدأ بالغليان. كل هذه طرق مقبولة للتفكير فيها، لكن ماذا يحدث عندما نسير في ضغط منخفض؟ لنتحدث عن رحلة إلى دينيفر، وهي مدينة أمريكية صغيرة ترتفع عن البحر ميلا كاملا. دينيفر لنكتبها هنا. حسنا، أقوم بهذا من أجل الأهداف التعليمية طبعا، أو أفضل من هذه لنقل قمة إيفرست، جبل إيفرست، ضغط منخفض هناك. نعم،
نقطة التجمد قلنا أنها تزداد عند الضغط المنخفض، ونقطة الغليان تنخفض. إنه من الأسهل غلي شيء على قمة جبل إيفرست أكثر منه عند القاع حسنا، أو عند نقطة منخفضة عند البحر الميت تكون صعبة لغليها. والتفسير الذي وراء هذا هو إذا كان لدينا سائل العديد من الجزيئات في الحالة السائلة بهذا الشكل ستكون متلامسة مع بعضها البعض حسنا، ولديها طاقة حركية كافية لتتحرك متجاوزة بعضها البعض بهذا الشكل أيضا، إذا تتدفق متجاوزة بعضها البعض، وهي نوعا ما تحتك ببعضها البعض. وأحد الأسباب لما لا تتبخر، لماذا هذا الجزيء لا يقفز لأعلى هنا؟ لأن أعلى منه يوجد هواء له ضغط عالي. تعلمنا عندما درسنا المعادلة بي في تساوي ار تي، هذه العديد من الجزيئات الغاز ستولد ضغطا للأسفل، وهذا بسبب درجة حرارته التي اكتسبتها طاقة الحركة، فهي ستمنع الجزيئات هذه من الهروب والصعود للأعلى، تمنعها من الانفصال عن السائل أو عن الماء بعضهم البعض والتحول إلى غاز. إذن كلما كان الضغط أكبر سيكون من صعب لهذه الجزيئات الفرار. من ناحية أخرى، إذا كنا بالفضاء، إذا كنا نقوم بهذا على سطح القمر ولا يوجد أي من هذه الجزيئات هناك، مجرد عثرة طفيفة، بالرغم أن هذا الجزيء ما يزال منجذب قليلا إلى هنا، ما تزال الجزيئات منجذبة لبعضها البعض، لكن عثرة طفيفة بما أنه لا يوجد هواء على سطح القمر قد يسمح لهذا الجزيء أن يهرب ويتحول مباشرة إلى غاز. إذا عند وجود ضغط أقل سيكون أسهل بكثير انتقال من السائل إلى الغاز، أو حتى من الحالة الصلبة إلى الغاز. وربما تقولون أن هذا مفهوم غريب، من الحالة الصلبة إلى الغاز. يتبين لنا إذا وصلنا إلى ضغط منخفض بشكل كافي هنا، يعني لنقل في الواقع من المحتمل أن لا يكون شيء هنا، ربما يكون هذا قريب من الفراغ هنا، يمكن انتقال من الجليد إلى الغاز مباشرة. إذا أخذنا الجليد وكنا على القمر وكنا عند درجة الحرارة الصحيحة، درجة حرارة معينة بهذه المنطقة، لا أعلم ما هي قيمتها بالضبط، ولكنها هنا في مكان ما، الجليد على القمر سيتحول مباشرة من الجليد إلى الغاز، لأن هناك فراغ كبير هنا. هذه الجزيئات ستقول هناك كل الفراغ لملئه، وإذا تصادموا قليلا ستتحول إلى غاز مباشرة. قد تقولون أن هذه ظاهرة غريبة فقط موجودة على سطح القمر، ولدحض هذا التعليق رسمت مخطط الحالة لثاني أكسيد الكربون، وهو هنا وهو حولكم في كل الاتجاهات. طبعا ثاني أكسيد الكربون تخرجونه زفيرا من أنوفكم، ربما نباتاتكم في الغرفة تتنفسه، لكن ثاني أكسيد الكربون عند واحد ضغط جوي له سلوك مختلف جدا عن الماء. هذا ثاني أكسيد الكربون عند واحد ضغط جوي، وفقط للعلم هذا المقياس بالتأكيد ليس مرسوم بدقة. الفرق بين واحد ضغط جوي وخمسة جوي ليس نفس الفرق بين خمسة ضغط جوي و73، وأيضا هذا ليس مرسوم في مقياس معين أو بدقة، فهذه مسافة أكبر بكثير من هذا. إذا أردتم فعلا رسمها بشكل دقيق سيتوجب علينا استخدام 7 شاشات لتغطيتها، لكن على أي حال كنت أتحدث عن ثاني أكسيد الكربون. نعم هنا، إذا هذا ثاني أكسيد الكربون الصلب سوليد، وهذا الغاز غاز، وهذا ثاني أكسيد الكربون السائل ليكويد. عند واحد ضغط جوي هنا، لنفرض أنكم تعيشون عند مستوى سطح البحر طبعا، وتعلمون أن مستوى سطح البحر يمثل أكثر نقطة منخفضة على سطح الأرض. إذا وضعتم ثاني أكسيد الكربون في ثلاجة على درجة مئوية ناقص 80 فإنه سوف يتجمد. نعم، وأعلم أنكم لم تألفوا هذه الحالة من قبل، أو على الأقل لم ترونها من قبل. هذه الحالة أو ثاني أكسيد الكربون عندما يتحول إلى جليد يسمى الجليد الجاف، dry ice. نعم، ثاني أكسيد الكربون المتجمد. إذا كنا على الضغط الجوي عند مستوى البحر أو مستوى سطح البحر هنا، حالما نصل أعلى من ناقص 78.5 درجة سليسيوس، فإن ثاني أكسيد الكربون سيتحول من الصلب إلى الغاز، تتحول المادة مباشرة من الصلب إلى الغاز. تسمى هذه الحالة أو هذا التحول sublimation. عادة ثاني أكسيد الكربون يكون في الحالة الغازية أو في الحالة الصلبة، ونادرا ما نراه في الحالة السائلة. لم أرى ثاني أكسيد الكربون سائل، لم أراه في الحقيقة. للحصول على ثاني أكسيد الكربون السائل يجب أن نكون أعلى من 5 ضغط جوي، إذا يجب أن نكون أعلى من هذا ب5 مرات.
ولن نرى هذا عمليا في الظروف الطبيعية على الأرض، ربما نرى هذا في المشتري أو زحل، حيث يوجد ضغوط هائلة بسبب الجاذبية هناك القوية على تلك الكواكب. ثاني أكسيد الكربون السائل قد نراه هناك في تلك الكواكب، لكن محتمل أن تراه على هذه الكواكب الضخمة الهائلة التي هي عمالقة من الغازات. لكن على الأرض هذه العملية تسمى التسامي سبليميشن، وهي تعني كما ذكرنا التحول المباشر من الحالة الصلبة إلى الغاز، وهذا ما نراه في الجليد الجاف. الآن هناك عدة نقاط مهمة هنا، وربما قد لاحظتم هذا من قبل. هذه هنا تسمى النقطة الثلاثية، لأنه هنا في حالة ثاني أكسيد الكربون مثلا عند 5 ضغط جوي وناقص 56 درجة مئوية، ثاني أكسيد الكربون سيكون في حالة من التوازن بين الجليد والسائل والغاز، حالة نوعا ما بين كل هذه الثلاثة، وفقط مجرد تغيير بسيط في درجة الحرارة أو الضغط سيتحول إلى حالة واحدة منها. نفس الشيء الماء لديه نقطة ثلاثية هنا، نعم هذا ضغط أقل بكثير من الذي اعتدنا التعامل معه، هذا يساوي 0.611 كيلو باسكال أو 611 باسكال، نعم، وهو يساوي 5 على 1000 من الضغط الجوي. إذا صرنا أقل من 5 على 1000 من الضغط الجوي سنصير أعلى قليلا من 0 درجة مئوية، نكون هنا عند النقطة الثلاثية للماء، حيث الماء يمكن أن يكون أي حالة من الحالات الثلاثة هذه، الصلبة والغاز والسائلة. الآن النقطة الأخرى المهمة في هذه المخططات هي هنا، هذه النقطة الحرجة، وهي مهمة جدا، critical point، نعم، وهي النقطة التي بحيث إذا زادت درجة الحرارة أعلى من هذا أو زاد الضغط أكثر من هذا، فإننا سنتعامل مع سائل حرج جدا، سائل حرج جدا. يبدو هذا مثير جدا، إذا على أعلى من هذه النقطة سيكون لدينا سائل حرج جدا، سوبر كريتيكال، نعم، بحيث يريد أن يصبح غاز. هنا هو يريد أن يصبح غاز، لكننا نضع ضغط كبير عليه فهو يريد أن يتحول إلى سائل. وعمليا في حالة الماء الفرق الفوق حرج يستخدم كمذيب، لأنه يمكن أن تتخيل هو مثل الماء السائل من حيث الأشياء التي تذوب فيه، لكن عند درجة حرارة عالية جدا يمكن أن يتحول إلى غاز. إذا عند هذه الدرجة هو يريد أن يتحول إلى غاز، ولكن بسبب الضغط الهائل عليه فهو يريد أن يتحول إلى سائل، نعم، قليلا من الأول وقليلا من الآخر، إذا هو بين الغاز والسائل، نعم، إذا هذا سائل فوق حرج. على أي حال أردت فقط أن أعرض هذه المخططات، كل شيء قمت به كان عند ضغط ثابت وغيرت درجة الحرارة فقط، ولكن يمكن أيضا قراءته في الطريقة العكسية، إذا كنت عند 100 درجة وصرت من حسنا لنقل 110 درجة مئوية هنا، نعم هذه 110 درجة للماء، إنه ماء متبخر، لكن إذا زدنا الضغط وتابعنا زيادة الضغط ربما حفرنا حفرة أو نزلنا داخل المحيط مثلا، فحينها الغاز سيتكاثف فيتحول إلى سائل، نعم هنا. إذا قمنا بهذه التجربة، نعم، فعند زيادة الضغط سوف نسير بعكس التسامي، عكس التسامي، أعتقد أني كتبتها هنا على دفتري، أين هي؟ سأرى إذا كتبتها في مكان ما، لم أكتبها، نعم هي التبلور، لقد تذكرتها، هي التبلور، نعم، لم أجدها على دفتري ولكني تذكرتها، ما زال لدي ذاكرة جيدة، وهي تعني التحول المباشر من الغاز إلى الحالة الصلبة. إذا درسنا القليل عن هذه المخططات في هذا الفيديو، دعونا نراكم في الفيديو التالي.